بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من أعلى قمم القفقاز ومن آخر قرية في البرازيل ومن شعوب في أفريقيا السوداء وشعوب في آسيا السمراء وأخرى في أوروبا البيضاء ومن جميع الأجناس واللغات، ينطلق كل عام ألوف من الناس فرادى وجماعات في وقت محدد وزمان محدود باتجاه واحد، مستخدمين في سفرهم هذا كل أنواع وسائل النقل بما فيها الطائرات والقاطرات والسفن وحتى البغال والحمير خفاف وثقال، رجال ونساء في قلوبهم رغبة عارمة للوصال ورهبة شديدة من الصدود وإيمان عظيم لا يوصف. ترى إلى أين هم ذاهبون؟ وما الذي يدفعهم إلى الركض إلى هناك؟ حقا غريب أمر هؤلاء. إنهم ذاهبون إلى واد غير ذي زرع، وهدفهم الوصول إلى بيت بلا سقف ليطوفوا حول أحجار بلا بناء وضعت على غير تنسيق أو تجميل، فلم يصبغها أحد بلون ولا رسم عليها أحد برسم. الجميع يذهب إلى هناك لكي يبذل الأموال، لا لكي يكسب الأموال، لكي يتعب لا لكي يستريح، لكي يركض كما تركض النوق لا لكي يركب كما تركب العروس. يذهبون بأحسن هيئاتهم ليعودوا غبرا شعثا تعلو وجوههم الصفرة والشحوب، محلقين رؤوسهم كأنهم من السجون عائدون، وأول ما يعملونه التخلي عن امتيازاتهم. فامتياز من يزورون هذا البيت ألا يكون لهم امتياز، فهم يتنازلون عن ملابسهم مختارين لا مكرهين، ويتنازلون عن تيجانهم إن كانوا ملوكا، وعن عمائمهم إن كانوا علماء، وعن كل ما يفرق بينهم وبين الآخرين. حقا إنها رحلة لا كالرحلات، سفرة مختلفة تماما عن جميع الأسفار. ترى لماذا فرض الله الحج إلى بيته الحرام؟ وماذا يمكن أن يحصل عليه الناس في أرض بلا زرع وبيت بلا سقف وأحجار بلا بناء؟ ماذا يجدون في تلك الأراضي القفراء والوديان الضيقة بين جبال من الجلاميد ورمال وأحجار؟ ثم لماذا هذا الزحام؟ لماذا كان الحج في وقت محدد؟ الأمر الذي يؤدي إلى تزاحم الحجاج في جميع المشاعر واصطدام الأجساد بالأجساد وضياع الفرد في الكل وضياع الكل في الكل. ثم أي شيء يميز مكة عن بقية البلدان؟ وأي شيء يميز المسجد الحرام والمسعى ومنى والمشعر وعرفات حتى
يكون الحج إليها لا إلى غيرها. ولماذا؟ لا بد أن نخلع ملابسنا ونكتفي برداء وإزار فقط، وأن نمشي ونهرول مع الآخرين في وقت واحد وبطريقة واحدة. الحج حجان، حج يقترب المرء فيه إلى البيت، وحج يتقرب فيه إلى رب البيت. حج يرحل المرء فيه إلى الأرض المقدسة، وحج يرتحل فيه إلى الروح المقدسة. حج يترك المرء فيه عياله، وحج يهتم بعيال الله. حج يتعرف فيه المؤمن على الناس ليصادقهم، وحج يتعرف فيه على النفس ليقاطعها. حج يسافر المؤمن فيه إلى بيت الله، وحج يقيم فيه بيت الله. حج إلى الكعبة ينتهي، وحج من الكعبة يبتدئ. حج يلبس فيه الحاج لباس الإحرام، وحج يلبس فيه لباس التقوى. حج يطلب فيه مقام إبراهيم ليصلي فيه، وحج يطلب فيه إبراهيم ليقتدي به. حج يهرول فيه المرء في المسعى، وحج يعرج فيه إلى السماء. حج يطلب فيه الحاج منا، وحج يترك فيه ما تمنى. حج يطلب المرء فيه الدار، وحج يبحث فيه عن الديار. حج يعود المرء منه ليقول لم أرى ربي في بيته، وحج يعود منه ليقول لم أكن لأعبد ربا لم أره. حج يترك فيه الفسوق والعصيان في حين الإحرام، وحج يترك فيه المعاصي في جميع الأيام. حج يقف فيه الحاج ليطلب من الله رحمته، وحج يقف فيه ليستلم منه جائزته. في كل حركة من حركات الحج أسرار، ولكل موقف من مواقفه معاني، ولكل عمل من أعماله آثار. إنها رحلة تربط السماء بالأرض، وتلصق التاريخ بالجغرافيا، وتربط الماضي بالمستقبل، وفيها ولوج إلى عالم الملكوت من عالم الناسوت. الحج غربة عن النفس بالنفس للنفس، وتجربة الموت في الحياة من أجل الحياة بعد الموت. في الحج كل الدنيا وكل الآخرة، وهو دين الله على الناس، ووفادة المديون على صاحب الدين ليعفيه من ديونه. في الحج تنتقل من الحاضر إلى الماضي، إلى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن زمن إبراهيم تنتقل إلى عهد آدم، ومن عهد آدم تنتقل إلى بداية الخليقة. فأنت ذاهب إلى البيت الذي بناه آدم وجدده إبراهيم وأحياه محمد صلوات الله عليهم، لكي تقوم بالعمل الذي قامت به الملائكة يوم تابوا إلى ربهم من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فطافوا حول العرش ليغفر لهم الله اعتراضهم على رب العزة والجلال. وأنت بجسدك تطوف حول الكعبة، أما روحك فهي تطوف مع الملائكة الكروبيين حول العرش. كل موقف في الحج عبادة،
كل حركة فيها صلاة، كل كلام فيه ذكر، كل سكوت فيها تأمل. الحج طوفان عبادة يغمر الحاج في بحر طاعة الله، إذ لا شيء في الحج يرتبط بالشهوات والمصالح والأهواء والدنيا. فالمؤمن هنا يحطم كل حصار مفروض عليه، ابتداء من حصار الإنانية وحب الذات، ومرورا بحصار المال والبنين والقناطير المقنطرة والمصالح والكماليات، وانتهاء بحصار الحياة. الحج عودة إلى البدايات لتحديد الغايات، وإجابة على السؤال المهم من أين نبدأ، من خلال الإجابة على السؤال الأهم إلى أين ننتهي. هنا تحديد لميناء الخروج من خلال تحديد ميناء الوصول. الحج قصد لتصحيح القصود، وحركة لتحديد الحركات، واجتماع لتزكية المجتمعات. الحج فراق لما يحب من أجل الوصول إلى من نحب، هجرة عن النفس إلى الناس، واجتماع مع الناس للخلوة مع رب الناس، وترك العباد والبلاد من أجل خالق البلاد والعباد. الحج لباب بلا قشور، عبادة بلا شوائب، ذكر بلا رياء، وفيها كمال العبادة، وهو عبادة كاملة.